السلام عليكم. برش عباد تسأل وينهم ولاد القصبة، وينهم مش بيهم، مع إني مش مسؤول على القصبة، وإلا عندي مفتاح القصبة باش نحلها ولا. لكن اللي شفته اليوم ولي تحكى النهار كامل، وأنا قاعد نتبع في اللي قاعد يصير، قاعد نشوف صحيح بالإنترنت بعد مش موجود على المكان، أما سبحان الله معناها برشا حوايج استفزتني وخلتني باش نهبط الفيديو. أول حاجة العباد اللي اليوم ادعت أنهم ثوار القصبة، وادعوا أنهم هم يمتلكون الحقيقة، وادعوا أنهم الثوار الوحيدون، وباقي الأشخاص يا إما كافرون وشيوعيون وقومجيون أو تجمعيون وما إلى ذلك. ليه؟ أول حاجة للعباد اللي تعرفني واللي مشيت اليوم، أنتم أنذل الناس تخلقت على وجه الأرض لأنكم كنتم موجودين، وأنا أحدث الآن زوزة وثلاثة أشخاص ريتهم اليوم يتكلموا، لأنكم تعرفوا أن العباد اللي دايرة بيكم اليوم لم يكونوا في يوم من الأيام موجودين في القصب، بل هم نكرة وهم على علاقة لهم بالقصبة، بل يمكن انهم كانوا من اكثر العباد اللي كانوا ضد اعتصام القصبة 1 و2، ومن اكثر العباد اللي كانوا حزب النكبة بالرسمي، اللي ساكتين ويجرحوا ويعتبروا في جماعة القصبة همج وجايين من الابعاد. هذه نقطة ونحير بالرسمي يا اخي، هل انتم في الصدد اعادة كتابة التاريخ مرة اخرى؟ هل انكم مش تزوروا التاريخ؟ هل انكم يعني قراءتكم الجديدة للتاريخ هذا بانكم انتم تعتبروا ثوار القصبة؟ شكون كذب عليكم الكذبة هذه؟ وشكون عطاها لكم في مفخاخكم؟ وشكون حط؟ راكم مجموعة من النكرات. يعني اعادة كتابة التاريخ او اعادة صناعة بكارة ثورية باش تحكم معاها مع العباد، صعيب صعيب صعيب. اللي فاتته الرجلة بعد ثورة الحراك الاجتماعي عفوا القصبة 1 و2، انت باش تلعق عليها تو؟ يعني مش لأنك ربيت لحية باش تولي راجل وتجي تدعي اني ثورة إسلامية. خلونا على حاجة نفهموها، الإسلام ديننا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا على عيننا وراسنا، وهذاك سيدنا رسولنا ونتبعوا، راه مش كما انتم تتعلمون ديننا، لانكم يعني مجموعه من الفاشلين، يعني انكم قاعدين تعوضوا في دناءتكم الذاتيه. ولهنا مش نحكي على العباد الكل، يعني كل امر بما معناها نواه وكل اناء بما فيه يرشح، لكن فما برشا العباد اللي تحكي اليوم البهيم اللي يقول الحريه كفر ضد الله. يا اخي كي انت مستواك 3 تربية ماشية وجهر سواقي، ايش لازم قاعد تتكلم؟ كي انت بهيم غير قادر على التحليل وغير قادر على الادراك، شكون جابك للقصبة؟ راهي القصبة جمعت في يوم من الايام كل الاراء السياسية وكل الاشخاص تحت سقف الحرية، العباد جت من اجل الحرية والكرامة الاجتماعية والعدالة والتوزيع العادل للثروات. يعني كي يجي غبي كيفك انت اليوم يحكي على ان الحرية كفر، بالله عليك يا بهيم كيفاش كنت انت قبل اذا كانت الحريه كفر؟ مش الحريه هي اللي خلاتك اليوم تجي للقصبه؟ تناقض الرهيب اللي عندكم هذا. 2، العباد اللي تدعي على فكره راهم الموجودين اليوم كل ولا معناها ما نظمش، لكن 99 او 90% منهم على علاقتهم بالقصبه، راهم جماعه نتاع احزاب يجيبوا فيهم ويمشوا يعني، ويدعوا الاسلام ويدعوا ان نحن كفار أو تجمعين أو مرتزقة أو موساد أو مش عارف، يعني هما الوحيدين الحقيقة. ولهنا عندما تدعي الحقيقة فأنت فاشل وأنت واه. راهي صباع صغير نتاع أصغر واحد جاء في القصبة 1 و2 أرجل منكم 1000 مرة. القصبة 1 و2 كانت تذكروها، رانا جينا على رجلينا من قفصة، رانا عملنا 365 كيلو متر، تعرفوا إيش معناها جيناه؟ رانا نهار اللي دخلنا القصبة أوجه اللوح بالرسمي دخلنا القصبة تحت الرصاص، العدو الرصاص قاعد يخيط فوق روسنا واحنا داخلين وندزه. مش كم انتم الثورجيين تعطي تاخذ تعريف بوليسية ويسأل فيكم انتم شكون وتدخلوا؟ يا اخي تكذبوا علينا، القصبة راهي انتهت، عملوها رجالها وكملت. اليوم فما مجموعة من البهم اللي قاعدين تحاولوا تركبوا على التاريخ، لن تزوروه. جماعة قاعدين تكذبوا علينا، وأوباما أوباما كلنا أسامة، يا ودي والله تكذبوا، أوباما أوباما كلكم طحانة صحيح، بخلاف هذا يا ذنوبي كانكم حاجة أخرى. وسكروا باب القصبة، لو عنده رجال وعقالة كلمتها في القصبة 2، انهارت اللي يشوفوا يزومهم يرجعوا.
طب يرجعوا، ما مش يرجعوا، كمش اغبياء كيفكم انتم باش يركبوا عليهم، لا للتحزب الى الجحيم الاحزاب، لا ولاء الا لتونس، ولا ولاء الا للشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.